خلوني اخد، انا لسه كنت من شويه في البدايه بقول الله يكون في عون المهندس خالد مرتجى من الصندوق، وانا عارف ان الاهلي بيقعد يدق وبيدق ونق في المصاريف وبيقعد مش اي ما بيصرفش كده يعني هباء. فقلت له ده انت محتاجين دواليب يعني تتكلف، لان البطولات عماله ترف في الدولاب اللي كان معمول من كام سنه ده اعتقد اتملى. باشمهندس خالد مرتجي امين الصندوق، مساء الفل. مساء الفل يا محمد، ومساء الفل على كل مستمعينك الكرام، ومساء الفل على الاهلاويه، ومساء الفل على شعب مصر. الحمد لله رب العالمين. النهارده تاني سوبر كره اليد الافريقيه. الحمد لله. يعني عايزين نهني جمهور النادي الاهلي، عايزين نهني اللعيبه الرجاله وجهازهم الفني والاداري والطبي، وعايزين نهني شعب مصر، لان برضو حابب اقول برضو ناس بتزعل لما بقول ان الاهلي يعني في يمكن اكتر من 90-100 مليون اهلاوي، والحاله المزاجيه برضو بتاعتهم بتبقى حلوه اول ما الاهلي يكسب. ما برضو 25 برضو مليون الحاله المزاجيه بتاعتهم لما تبوظ برضو حاجه مش كويسه. وبعدين عندنا الحمد لله برضو خدنا ميداليتين في البينج بونج النهارده في افريقيا، فيعني الحمد لله رب العالمين. برا عمرو يعني عصر يعني وهنا جوده. وهنا جوده مظبوط. فالحمد لله رب العالمين يعني. بس يعني عايز اقول لك على حاجه قبل ما ارجع لك للسوبر بتاع الكوره النهارده، المشهد وجود جمهور الاهلي والزمالك في صاله عبد الله الفيصل الحقيقه كان مشهد حلو قوي. والله حاجه كانت مشهد كويس. بعيد عن التفاصيل والحواديت والقصص بالزبط. الناس الجمهور يعني ملوش ذنب، بس المشهد حلو. يا محمد، كرة القدم وكرة اليد وكل الألعاب من غير جمهور سوري يعني ما تنفعش، يعني زي ما قلنا تبقى فرح بدون معازيم. لكن برضو لازم نشكر الأمن الحقيقة، لأن الأمن النهاردة ده دليل وتأكيد على أن الناس عايزة الجمهور يرجع وعايزة الجمهور أكيد. يظهر بالالتزام وبالنظم المعمول بيها، بدي أهم حاجة بس الجمهور يبقى فاهم كده. أهم حاجة الجمهور لازم يلتزم، دايما بنقول ودايما بنوعي يا جماعة، الجمهور ملوش غير فرقته، واحنا عارفين ان سلاح النادي الاهلي وسلاح اي نادي شعبي هو جماهيره. مظبوط. فالنهارده الجمهور لما يعني ليه يحرم فرقته منه لو في اي عدم التزام او في اي خروج عن النص. فيعني الحقيقه جمهور الاهلي واعي، وان شاء الله باذن الله تعالى. قول لي بقى، هتفك الكيس بعد السوبر بتاع بيراميدز وتديه مكافاه خاصه ولا هي نفس اللائحه؟ لا احنا ما بص يا احنا ما عندناش حاجه خاصه. احنا كل لائحه وبنمشي بنظم وبنظم الروايه، وعشان كده الحمد لله النادي الاهلي ناجح. الاهلي منظومه وليس فرد. النادي الاهلي منظومه، هي عندها لوائح وعندها نظم وعندها، بس احيانا بتبقى في مكافئات ايجادات، في مكافئات خاصه. لا خليك بتبقى دي جوه اللائحه برضه. اوكي. بص مفيش حاجه اعتباطيه، مفيش حاجه من الدماغ. مفيش حاجه واحد يصحى الصبح يقول كذا نعمله، لا كلها برضه اكوردنج للوائح واكوردنج يعني حتى لو اتخذ قرار خاص اوريدي هو مشرع في اللوائح بتاعت النادي. بالظبط كده. بس لازم يخرج بقرار مثلا من الاداره بالزبط. او من هنا او بالزبط. من هنا. بالظبط. تمام. حاجات استثنائيه بقرارات برضو موجوده جوه اللائحه. تمام. انت كنت في الامارات مش كده؟ الحمد لله. طب تمام. طب وفي الماتش هو شغال، كنت يعني الماتش كان قوي الحقيقه. طبعا خلينا نتكلم بصراحه، بيراميدز فريق قوي جدا، عنده لعيبه كويسه قوي، عنده مدرب من احسن المدربين، يعني جوزيه كان دايما يقول ده من المدربين الكويسين، بالرغم ان هو عمل تصريح الحقيقه غير مسؤول عمله يعني، بس يعني لكن هو كمدرب مدرب ذكي جدا، مدرب شاطر جدا، ومعاه لعيبه كويسه جدا. لكن الاهلي الحمد لله رب العالمين زي ما انت قلت كده، بس عايزين نقول برضو ما شاء الله تبارك الله الاهلي ما فيش لسه، حتى كنت قاعد مع كابتن خطيب النهارده بنتكلم، الحمد لله رب العالمين النهارده ما بقاش عندك لاعب اساسي ولاعب على الدكه، بقى كله اساسي. يعني اي حد بيطلع واحد بينزل بداله، مفيش شك ان وده يحسب لكولر الحقيقه وجهازه بصراحه يعني. والله يحسب لكولر ويحسب لجنه الكوره، يحسب الكابتن محمود طبعا الخطيب. بس تجهيزهم يا باشمهندس يعني تجهيزهم بهذا الشكل طبعا. فنيا انت طبعا قدمت له اللعيبه وحطيت له البدائل وعملت له سكواد قوي، بس تجهيزهم بهذا الشكل ده يحسب للراجل بصراحه. بص يا محمد، كولر من اعظم المدربين اللي جم مصر، مش هقول لك جم النادي الاهلي، لان اولا بيشتغل 24 ساعه، يعني كولر ده ما بينامش، بيشتغل 24 ساعه يعني، وراجل محترف، راجل النهارده عمل طفره في النمسا، يعني النمسا من مش عارف الحاجه 40 بقى العاشر، قعد 7 سنين، كان يعني كان ملك متوج هناك في النمسا من الطفره اللي عملها في الكره النمساويه. فما فيش شك ان احنا يعني ربنا اكرمنا بيه وبلعبتنا الرجاله، وبس مجرد انك انت بتجيب لهم المايسترو اللي بيحطهم على التراك، ربنا سبحانه وتعالى بيكرم، والحمد لله رب العالمين
يعني اللي جاي افضل. احنا زي ما قلت خلاص احنا موضوع السوبر ده اتقفل من بعد ما رجعنا من مصر، رجعنا مصر امبارح السوبر اتقفل، بنفكر في حاجه اهم دلوقتي بالنسبه لنا هي الترجي، ماتش ان شاء الله يوم الجمعه، احنا مسافرين يوم الثلاث باذن الله، وان شاء الله ماتش مهم حتى لو بدون جمهور او بجمهور الترجي امتى حسيت في الماتش انه يعني قلقت؟ طبعا انت بتتكلم في 90 دقيقه تعادل. بص يعني مفيش شك ان يعني قلقت طبعا، كره الكارت دي طبعا كانت بصراحه الشناوي كان متعمق فيها بصراحه. يعني مفيش شك الشناوي انا في, في, في يعني طبعا الفرقه كلها كانت يعني على مستوى الحدث، والناس كلها كنت بتشوف في عيونهم في التمرين انهم عايزين يعملوا حاجه، عايزين يساعدوا جمهورهم، خاصة ان جمهورهم بيجري وراهم في كل مكان، انت لو شوف الملعب، الملعب كان كله احمر يعني. فلاعيبتنا كانت عايزة تسعد جمهورها، لكن انا لو انا راجل بقيم، لو انا بره مجلس ادارة راجل بقيم، انا ادي للشناوي يعني في الشك هو مان اوف ذا ماتش يعني. تمام. باشمهندس خالد انا بشكرك جدا، ويعني الحقيقة الادارة لها دور، لان دايما بقول الاندية الكبيرة الاستقرار الاداري ليه دور كبير جدا في تحقيق الانتصارات. ربنا كريم والحمد لله. الحمد لله يا حبيبي، وبالتوفيق. وماتش الترجي، ماتش الترجي خلاص بدون جمهور، والامور يعني ان شاء الله تسير في صالح النادي الاهلي باذن الله يوم الجمعه باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله يا محمد. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي.